penny. عربية ولا الأروع على أستون مارتن الفانكوش دي. الواحد يعني مش قادر ياخد راحته في السواقة، علشان طبعا انت يعني في أقل من ثانية تلاقي نفسك معديت السبيد ليميت وانت وحظك بقى. يعني انا هحكي لكم لستة، هشرح لكم مرة الليستة بتاعت الغرامات هنا في دبي أسعارها إيه وبتاخد كام بوينت والعربية بتحجز عليها ولا لأ، الحاجات دي كلها هتتخطوا بطريقة رهيبة. يعني حتى الصوت وانت بتنقل النقلة من التاني للتالت مثلا صوت رهيب. يعني يلا هاجي لكم تاني فاصل صغير كده برضه، انا بس قلت يعني متعبكم معايا